ضيفتنا وافد الروائية عفيفة سعودي سميتي. في هذا العدد غوص في كتابها هبني أجنحة المتحصل على الجائزة التقديرية لكومار 2009. مؤلفاتها بمثابة مرآة تعكس قضايا المجتمع وانصهار في آلامه وأحلامه. كتابة تعتبرها عفيفة سعودي سميتي شكل من أشكال المقاومة وإعلاء لصوت الغضب. شحال مكتاب قريته، شحال محكاية حكاولي، جرب اللي سقسيته فرغين. عفيفة سعودي سميتي من مدينة الحامة. طبعا أحب أن أتحدث قليلا عن مدينتي لأني أعتز بها وأحبها. هي مدينة لها تاريخ، رغم أن جغرافيتها يعني جعلتها معزولة ومبعدة ومتجاهلة نوعا ما. هي مدينة معروفة ساهمت في المقاومة وأنجبت رجالات لهم اسمهم في التاريخ مثل طاهر الحداد ومحمد علي والدغباجي، ويعني أشخاص مهمين ساهموا في تاريخ تونس. أحببت كثيرا أن أتحدث عن مدينة الحامة لأن هي مدينة في ظاهرها واحة فيحاء وفي باطنها مياه ساخنة معروفة بحماماتها، وأردت فعلا أن نتحدث من على, على, على هذا الجانب في هذه المدينة، على هذا الجانب الذي يميزها. لها خصوصية في حماماتها، ونحن صغار شاهدنا هذه الحمامات ورأينا، وهي عبارة عن مجتمع قائم الذات في هذه الأماكن. تضيف الحمامات الساخنة لمدينة الحامة وجود مميز من ناحية أشياء كثيرة. ذاكرتنا مليئة بهذه الواحات وبهذه الحمامات وبأشكال الحياة فيها. من مدينتي طبعا ننطلق إلى مصدر آخر كان سبب من أسباب حبي للمطالعة، والذي أعتبره السبب الأول هو الذي دفعني إلى الكتابة. والدي رحمه الله كان أستاذ عربية، وكان أيضا محبا للغة العربية، وكان يحمل الكثير في داخله العروبة والهوية والتاريخ، ووفر لنا أشياء كثيرة، الكتب والقصص وكل الأشياء التي جعلتنا نحب هذه اللغة. هناك اعتزاز في مدينة الحامة باللغة العربية، ربما لأن أصل سكان مدينة الحامة من شمال وجنوب الجزيرة العربية، خاصة من قبائل بني هلال وبني سليم وبني يزيد، وربما النسب العربي القح هو الذي جعل هذه المدينة صفات مميزة كالكرم والجود والفروسية وحب اللغة والتأصل. أسباب كثيرة يعني وعوامل كثيرة، فالكاتب لا يولد بنفسه، هناك محيط وهناك أشياء تكون شخصيته وتكون ذاته. المياه الساخنة كذلك هو المجتمع الساخن، العلاقات الساخنة، وهون المياه الساخنة موجودة برشا في الكتاب هذا، خاطر الكتاب هذا فيه غوص في المياه الساخنة. هبني أجنحة فيها جانب اللغة العربية اللي هي هوني رائعة جدا، والأسلوب الرائع جدا، والتصوير اللي يخليك تعيش المواقف والحالات والوصف نتاعك الدقيق، وخاصة في وصف المشاعر، وصف هوني في العلاقات الأسرية. إذا مياه ساخنة كثيرة عفيفة هوني في الكتاب، كتاب فيه قضايا كبيرة، فيه قضايا البطالة وقضايا الشباب اللي فقد الأمل، والشباب اللي يحب يحرق باش يلقى ربما مستقبل.
مستقبل اخر في 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 مكان اخر، ولكن ديما الوداع، الوداع صعيب للوطن وللقريه وللحي وللام الى اخره. اذا كتابك هذايا غوص في المياه هذه، المياه الساخنه في قابس، مش في قابس في الحمى برك، ولكن في تونس الكل، تونس الاعماق، تونس من شمالها لجنوبها. في انا نصور معناتها الكتاب هذا يحكي على تونس. وهذا الكتاب بدأته سنة 2008. تلك الفترة، لو رجعنا قليلا يعني لتلك الفترة، هي بداية التوتر الساخن في تونس. هناك تفاقم البطالة، هناك مشاكل عديدة بدأت تطفو على السطح، وهناك يعني بعض العجز في الدولة لحل هذه المشاكل. وهذه المشاكل خاصة طالت المدن الداخلية ومدن الجنوب. أنا مثلا كنت واعية بمدى هذه المشاكل، وكنت واعية بالظرف الساخن، وكنت أشاهد يعني يوميا هذه المظاهر في الأمهات، خاصة في حالة الأحباط. يعني المتخرج يتخرج ويظل بلا عمل، بلا، والعائلات كانت تنتظر، يعني كانت تنتظر بفارغ صبر نجاح أولادهم والشغل والذي سيحقق لهم الكرامة والحياة. بدأت تلك المشاكل في سنة في تلك السنة. يعني شعرت أن هناك أشياء كثيرة يجب أن تطرق وأن نتحدث عنها. شعرت أن هناك أشياء مكبوتة في مجتمعنا ويجب التعبير عنها، يجب إظهارها. يعني والحق كتبت هذا الكتاب، كان فيه جرأة، طرقت كل المواضيع يعني دون مخاوف. تحدثت عن البطالة، تحدثت عن عبور البحر إلى دول أخرى بحثا عن العمل، بحثا عن كرامة العيش. ونعرف أن عبور البحر أزهق أرواح كثيرة. يعني حاولت وصف هذا المشهد، مشهد مغادرة الوطن، ومشهد الحزن عندما يصيب الشاب الذي ينهي دراسته في وطنه ولا يمنحه الوطن فرصة الحياة. هذه اللحظة من أصعب اللحظات التي عاشها شبابنا، ولا نزال يعني نعيش هذه اللحظات. حاولت يعني في هذه الرواية أن أتحدث عن العلاقة بين العائلة، بين الأم، بين الابن، بين كافة الأبناء في ظروف الأزمات، في ظروف الأزمات الشديدة. طبعا وصفت هذه الأشياء يعني بعاطفة شديدة، بعاطفة قوية، وكتبت يعني عن كل ما شعرت به أنا ذاك في مجتمعي. في الأول هناك مسيرة، كانت هناك مسيرة، يعني في أول القصة هناك مسيرة يشارك فيها أشخاص رافضون للوضع. في تلك الفكرة، في تلك الفترة المسيرات لم تكن موجودة، لم تكن هناك موجودة حرية الرأي. لكن أنا وضعت تلك المسيرة، ربما لا أقول تنبؤ، بقدر ما هو رغبة في ذلك، رغبة في أن يتحرك المجتمع، رغبة في أن يتحرك الشعب ويعبر عن ذاته وأن يطرد. كنا في حالة سأم، يعني نظام الحكم الواحد، نظام الحكم، كانت هناك حالة من الرتابة ومن الملل ومن القلق، وتراكمت تلك الحالة حتى أصبحت حالة نفسية سيئة لكافة الشعب. لا ننكر أن نظام الحكم الواحد قتل فينا أشياء كثيرة، قتل فينا الإبداع، قتل فينا الأمل، قتل فينا يعني حب أن تدلي برأيك. لا تستطيع أن تفعل ذلك، لا تستطيع أن تختار حكيمك، لا تستطيع. يعني كانت هناك حالة عامة، وليست حالتنا نحن فقط، فكل الدول العربية كانت تعاني من هذا الإشكال، من نظام الحكم الواحد. يعني أن يمر عليك 25 سنة أو أكثر وأنت مع حاكم واحد، فذلك فعلا نوع من القتل، نوع من القتل للإنسان. كنا شعوبا مقتولة، يقتلنا هذا الرأي الواحد. ذاك كان من أبرز الأشياء التي جعلتني أضع هذا العنوان، هبني أجنحة لهذه الرواية. هبني أجنحة كانت رغبة ذاتية، رغبة ذاتية ضمن رغبات كل الشعب،
كيف تطرف الشعب؟ كلنا كنا نرغب في تغيير أوضاعنا وفي تغيير يعني هذه الحياة التي نحياها. طبعا دوافع الكتابة هي إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون نابعة من المجتمع. بالنسبة لي كانت الأمور في الأول ذاتية، يعني كان هناك عندي رغبة في الكتابة. الكتابة دائما هي شكل من أشكال المقاومة. طبعا الإنسان في كامل مراحل حياته يمارس أشكال كثيرة من المقاومة، يعاني كثيرا من المخاوف، نشعر دائما بالخوف ونحاول أن نقاوم الخوف في ذواتنا، الخوف من الفشل، الخوف من الموت، الخوف من الفراق، الخوف من أشياء كثيرة. طبعا نقاومها بالكتابة، هذا بالنسبة للذي يكتب. هناك أشكال أخرى كالموسيقى والمسرح والسينما إلى آخره. كان الدافع في الأول ذاتيا، كنت بحاجة إلى أن أكتب، كانت الكتابة بالنسبة لي متنفس لي أنا. وعندما شعرت يعني بهذه الرغبة الملحة، شعرت أنه يجب أن أكون في مستوى الكاتب الحقيقي، لأنني أنا أنظر إلى الكاتب كشيء مقدس، لي نظرة مقدسة للذين يكتبون. يعني عندما قرأت وأنا في صغري للمنفلوتي، لجبران، لنجيب محفوظ، للمسعدي، لعلي الدوعاجي، لبشير خريف، يعني قرأت لأدباء كثيرين، كنت أشعر أن هؤلاء هذه الفئة من البشر هي فئة استثنائية، فئة لا تشبه باقي البشر، فئة خارقة للعادة في تفكيرها، في نظرتها للحياة، للمشاكل، للمجتمع، للتاريخ، لكل شيء. هذا النوع من البشر يستطيع يعني اختزال التاريخ، اختزال الواقع، اختزال بشكل بديع، في شكل كتابات رائعة تجعلنا نحن نحب الحكايات ونقرأهم ونستمتع، وهم أيضا يملكون شيء مميز، هم يستطيعون اختراق أعماقنا، يعني بما تحوي كتاباتهم من إبداع ومن عمق ومن جمالية ومن روحانية، يخترقون أعماقنا حيث هناك يزرعون في داخلنا زهورا، تلك الزهور تنبت في يوم ما عندما يأتي موسم ما، وهذا ما حدث بالنسبة لي. أنا أعتبر أن المشاعر هي التي توصل الرسائل إلى القراء. هناك شيء يجب أن يتشارك فيه الكاتب مع القارئ، يجب أن يتشارك في العواطف. الكاتب عنده رسالة يريد أن يرسلها عبر الكلمات، إذا كانت الكلمات باردة وبلا روح وبلا حرارة، فهل ستصل الرسائل؟ بالنسبة لي استطعت أن أكتب تلك اللحظات، يعني كأني عشتها، كنت في البحر مع بطل الرواية، وكنت أقاوم الأمواج معه، وكنت أقاوم يعني حزنه، وكان صديقه أيضا الذي يحاول إنقاذه، لا أدري، كنت أشعر أنني هناك معهم، يعني كنت في صراع، أنا نفسي كنت في صراع، أنا نفسي أبكي عندما أكتب، كانت هناك دموع دائما على المسودات، يعني أندمج كثيرا مع كتاباتي، لا أكتب بشعور فوقي، أنا أكتب من داخل المشاعر الإنسانية، أكتب من داخل الألم، من داخل الشجن، ربما يعود ذلك إلى نوع من الطبيعة، نوع من الطبيعة الإنسانية التي يعني تهرق كثيرا للآخر. جلس وحيدا يتأمل الناس ويفكر في المرحلة القادمة، وشيء من الرهبة ينتابه،
كلما تخيل نفسه داخل مركب قد لا يكون مهيئا لاجتياز البحر، وتذكر الذين لقوا حتفهم وهم يحاولون العبور. ترى كيف واجهوا شراسة الموج، وأي ألم شهدوه وأجسادهم تنتفض داخل الزرقة المخيفة. تشرق بالمياه المالحة وتلفظ الحياة والأحلام، وتصرخ مستنجدة بوجوه أمهات تتراءى لهم بين الأمواج كأطواد نجاة وهمية خلقها الفزع داخلهم ليخفف وطأة الموت. أنا عشت كل ما كتبته، يعني لم أنا عشت كل ما كتبته، لم آتي، نادرا ما آتي بأشياء تخيلية. هذه الأشياء شاهدتها يعني، وأنا أحمل لا أقول ذاكرة عاطفية. يعني عندما أكون في مكان معين وجدان البشر المحيط بي ينطبع في داخلي، وتنطبع الصورة عندي بصورة يعني قوية جدا. فين المرأة اللي تبكي وشغلها جيرانها وهي طبعاً في حالة مسكينة؟ طبعا نحن يعني نحن أسر، نحن عائلات، ولا نتواصل يعني مع مجتمعنا، نحن يعني نحضر ألم الآخرين والآخرين أيضا يحضرون ألامنا. هناك تعايش، هناك يعني أفراح، هناك ألم، هناك جنائز، هناك فقر، هناك غنى، هناك تكبر، هناك غرور، هناك المجتمع يحمل أشكال عديدة وأنماط عديدة. والكاتب هو نبض المجتمع، هو الروح المجتمع. يعني الكاتب هو كاميرا تلتقط. كانت مريم تحاول فتح الباب والقفز منه، إلا أن قبضة الضابط كانت محكمة، وتشبثت عيناها بجسد أمها الملقى في الطريق وبالناس الملتفة حولها. شعرت في تلك اللحظة بعجز قاتل وحقد جارف، وانتفض جسدها محاولا للإفلات من يد الضابط، إلا أنه أنهى كل محاولاته بوضع القيد في يديها. وشعرت في تلك الآونة بضآلة الحياة، بيتم الروح، بمهانة الجسد أمام القيود، بوجع الحرية وبانتحارها، بانسحاب الانتماء إلى الوطن، بارتباك في الهوية، بالكره، بالغضب. شعرت في تلك اللحظة أن الوطن مريض ومصاب بعقدة الاعتراض، تصيبه الشراسة كلما واجه الرفض، ويهرع إلى العصي والقيود، وتسقط منه أردية الاحتواء، وتخرج وجوهه اللئيمة التي طالما سكنت العتمة شرسة مريضة ينقصها الضياء، لتنهش بأنيابها كل من يصيبها بالارتياب. كانت مريم تنظر للقيد في يديها، ويتراءى لها جسد أمها الملقى في الطريق، وجسد والدها المسجى، وجسد أحمد الطافي فوق المياه، وأجساد أخرى كثيرة لا تزال تائها فوق البحر. الكتابة الشعرية هي يعني أسلوب ألتجه إليه كلما رقت العاطفة، وكلما شعرت أنني كلما شعرت أن النثر لم يعد يفي بما يعتلج في داخلي يعني من تعبير. لذلك أفر إلى الشعر رغم أني لست شاعرة، ولكن أجد زخما من الكلمات يعني ومن الأوزان. وأحب أنا أحب في طبيعتي عندما أكتب الرواية أن يكون عندي نوع من السجع في الكتابة، ونوع من الشعرية. لذلك في المقطع الأخير، مقطع يوسف وهو يرسل تلك القصيدة، يعني لم أجد أفضل من تلك القصيدة لأختزل بها حبه لمريم، ولأختزل يعني قدرته هو على يعني جعل مريم روح مقاومة قادرة على الثبات وعلى الصبر، ولها ويفتح لها فسحة من الأمل. يعني لو لاحظتي أنت الرواية كلها أجنحة، العنوان أجنحة، يعني استعملت كثيرا كلمة الأجنحة. الأجنحة ترمز إلى الحرية، إلى التحليق، إلى الخروج من واقع يعني واقع صعب، واقع ضيق الأفق ضيق، إلى فسحة الأمل. الأجنحة دائما هي أشرعة، كما نجد الأشرعة فوق السفن، نجد الأجنحة في العصافير المحلقة في السماء. استعملت الأجنحة لأني أحب أن يبقى الأمل موجود في نفوسنا، في نفوس كل من يحب أن يقاوم. لابد أن نقاوم إلى آخر لحظة من لحظات حياتنا. تخشى المدن الصحراء، يصيبها الهلع كلما تثاءبت رملا. تخشى يوما تقرر فيها الزحف نحوها مجتاحة السدود الهزيلة والأشجار المنخورة، لا ترحب بها سوى المعاول اليائسة التي سئمت التصدي لها، وأصبحت تشتهي أن يحتضنها كثبانها الساخن على الدفء يسكنها بعد ذلك. إلا أن الصحراء
ترفض ابتلاع الأجساد المنهكة، وهج رمالها يشتد كلما برعت المدن في التأنق، تصيبها بالغضب، تحتد كلما ازدادت فواضل الأجساد تكدسا على جوانب الطرقات. أنا لا أقول أني تنبأت، ولكن أقول أني كنت أحلم. يعني هبني أجنحة هي حلم، حلم عشته يعني بكامل أطواره، صنعت له يعني عالما، صنعت له أشخاص، انطلقت يعني من طبعا الذين يبحثون عن الحرية هم الذين يكتبون، انطلقت من يوسف الصحفي، انطلقت يعني نعرف أن الصحافة، أن الإعلام، أن الكتابة، أن رواد، هم الرواد، هم الذين يقودون. مش قلت يعني الثورة، لم تكن هناك ثورة فكرية، يعني لا أقول لك أني تنبأت، ولكن أقول أنني حلمت بواقع يعني يقوده رواد يحملون فكرا نقيا صرفا ثوريا. هما شباب، هما شباب، يوسف شاب وماهي يعني. بعيدة برشا على ما كانش تعرف مانيفستاسيون تخش في 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 المهرجان. مضى زمن، نحن لم نرى، لم يتحدث أحد عن الإضرابات يعني في الروايات ولا كذا، لكن أنا قدت ثورتي في كتابي هبني أجنحة بطريقتي يعني الرومانسية، لم تكن تنبؤا، لا أحب التنبؤ، ولكن أحب الأحلام، أحب الأحلام لأن من الأحلام ننطلق إلى الواقع الجميل، إلى الواقع الأفضل، إلى الواقع الذي لا نتحطم بعده. نلاحظ أن ثورتنا لم تسبقها أحلام، كانت الأحلام ميتة، أغلب الأحلام كانت ميتة، يعني كل الناس كنا نعيش روتينا قاتلا في حياتنا، كنا نشعر بذلك الروتين يوميا وفي كل لحظات حياتنا، والأحلام كانت يعني أحلام لا أدري، أحلام لا معنى ولا روح لها. أنا أردت في أول تجربة من تجربة حياتي في الرواية أن أبني حلما جميلا وأعيشه. اقتربت زهرة من النساء فضولا، وتفرست في الأيادي المتخشبة وفي الأظافر اليابسة الدكناء. تساءلت في تلك اللحظة، كيف يمكن لأياد بهذا الملمس أن تكون أدوات حب؟ وهل حين يتساوى الرجال والنساء في الخشونة يبقى للغزل مكان في الحب؟ بعد ذلك أتت الثورات أو لا أدري، لكن هل هذه الثورات حققت أحلامنا؟ هذا السؤال سيظل مطروحا، ولكن فقط أريد أن أشير بكلمة هنا إلى الذين يجلسون الآن في الكراسي السياسية ويستمتعون بالامتيازات المادية والسياسية، لم يحلموا أبدا من قبل بهذه الامتيازات، لم يجل في أحلامهم في 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 نومهم حلم يعني يحمل فكرة الوطن، فكرة أن نحلق يوما ما جميعا معا. هم أحلامهم كانت مقتصرة على أنفسهم، يعني هم قتلوا الشعب وقتلوا أنفسهم أيضا. الجالسون الآن على كراسي سياسية هم مقتولون، ونعرف ذلك جيدا، وهم أيضا يعرفون ذلك رغم ماضيهم الذين كان يحملوا أفكارا ثورية، لكن الآن تبين أن لا أفكار ثورية ولا شيء جال في أذهانهم، لأنهم الآن يدفعون بالوطن إلى التشحنات وإلى الاحتجاجات وإلى التحطيم وإلى إغلاق المصانع. تختال الحرية زهوا، ويقبع ناشدوها في أقبية الظلام يرزحون تحت السلاسل الثقيلة، يتنفسون الرطوبة وتتواصل الفرجة مصحوبة بفناجين القهوة والشاي والسجائر، ويصبح ألم الآخرين موائد نقاش تطول فيها الألسنة وتقصر، ويتقمص هواة الكلام أدوار البطولة ويملؤون الشاشات بصدور جد عريضة، ويصبحون فطاحل الحوارات العربية ويستضيفونهم صانع المحافل الكلامية للإلهاب ولمزيد من الاستفزاز ولمزيد من الفرجة.
هبني أجنحة عندي رواية صدى التيجان، صدرت في 2011، وهي رواية يعني صدرت بعد الثورة بشهرين، يعني نشرتها بعد الثورة بشهرين. عندي رواية غلالات، بعد غلالات بين أناملة غليظة، هذه رواية كتبتها في 2014، يعني في خضم الأحداث ما بعد الثورة، هي تأمل فيما بعد الثورة. يعني طبعا هناك أحداث جدت كثيرة، غيرت مجرى تونس، وظهر وجه آخر للتونسي ووجه آخر لتونس، ويعني دخلنا مصاف الإرهاب والجريمة وأشياء لم نكن طبعا لم نكن نتوقعها. هذا الوجه الآخر أردت أن أكتب عن الوجه الآخر للتونسي الإرهابي. من هو الإرهابي؟ من أين أتى؟ ما الذي حدث لهذا الشخص حتى يتحول إلى إرهاب؟ ما الذي حدث لتونس حتى تصبح هي يعني نسبة كبيرة من شبابها يقاتل في سوريا وفي أماكن أخرى؟ سؤال يعني أقضني كثيرا، برغم يعني برغم يقيني أن هناك عوامل نفسية حدثت، هناك تراكمات نفسية حدثت يعني خلال الأنظمة التي سبقت. نعرف أن نظام الحكم الواحد يخلف يعني مشاكل نفسية عميقة في الإنسان، لكن إلى هذا الحد يعني يصل الألم النفسي، إلى هذا الحد يعني تتراكم يعني الأشياء في داخل الإنسان حتى يتحول إلى قاتل بتلك الدرجة. يعني أنا الذي أقذني القتل بتلك الدرجة، الذبح كبيرة، يعني الذبح والتفجير وال يعني القتل ب ب ب يعني بقدرة هائلة على القتل ببرود. ماذا حدث لشبابنا؟ ماذا حدث للشباب؟ ولماذا يختلف الأمر من عاطل إلى عاطل؟ يعني هناك أسئلة عديدة يجب أن نطرقها، يعني يجب أن نتطرق إلى أعماق نفس هذا الكائن الذي يقتل ويقتل نفسه. أنت تساؤلات هذه نجم أنا نفهمها من منطلق اللي أنت مربية واللي أنت معلمة، كنت تقري وكنت تعاني من المشاكل الموجودة في البرمجة، معناتها برمجة معناتها وكتب معناتها عديدة في وقت ربما ما يسمحش للتلميذ باش يقرأ هذاك الكل، نوع من البوغاج دو كران معناتها ربما لازمنا زادة كذلك توا في الوقت اللي احنا فيه توا نتاع الاوتوكريتيك نتاع الاوتوكريتيك نتاعنا، نجم نقولوا زادة نرجعوا للتعليم. انت بنت عانيت من البرامج التعليمية، وربما هي سبب من اسباب البطالة، سبب من اسباب زادة فقدان الامل عند الشباب، اللي فما شباب ما كملش قرايته وزادة على خاطر البرامج الدراسية اللي عندنا. معناتها نحب رايك انت كمربية. بالنسبة لي يعني وبدقة، الجريمة التي ارتكبها النظام السابق، أنا في نظري يعني رأيي الخاص، لم أنظر إليها من ناحية الثراء الذي أثرته عائلته أو هو أو السلطة أو الدكتاتورية. الجريمة التي ارتكبها النظام السابق هي التعليم. البرامج التي قدمت لأطفالنا كانت هي القاتلة بدرجة أولى. نحن الآن لو نظرنا جيدا يعني الشريحة التي الجيل الذي يعني الآن فات 20 سنة في عمري، جيل مهشم، جيل فقد لغته، فقد هويته، فقد إحساسه بالتاريخ، فقد إحساسه بالزمن، فقد الإبداع، فقد يعني كل مقومات الكائن البشري يعني الذي يمكن أن يكون فاعلا في وطني. ونحن نرى الآن تونس عاجزة الآن. هناك عجز اقتصادي، لكن هناك أيضا عجز عن المسك بالمؤسسات وبالإدارات وبالمحافظات وبالبلديات. هناك عجز لأن الجيل الذي عندنا الآن غير قادر على تحمل مسؤولية الوطن، وليس له ذنب، هو ضحية. أنت كمعلمة برامج عفيفة، أنت كي كنت معلمة لم تراعي، عانيت من هالحكاية. نعم. قالوا قديش من مادة ومطالب نعم. منك باش تقري معناتها المواد هذه الكل، كنت تحكينا على المعاناة نتاعك هذه معناتها الشخصية. أنا عانيت معاناة كبيرة في التعليم، وانتهي بي المطاف يعني خارج هذا الحقل، ولي يعني للحظة معينة كنت أظن أنا في خلل بي أنا، لكن
بعد يعني سنين وما رأيته الآن يعني من معاناة للأولياء يعني مع تلاميذهم، التلميذ يتلقى تعليما مكثفا ويعني وهو في غنى عنه. نرجع للأدب، نرجع للرواية اللي أنت توقع أن تكتب فيها. رواية هذه تحس فيها أنت مع عمق آخر، مدى آخر، ربما بعد قراءتك المركز، ربما تحب كتابة ذات عمق حضاري وعمق فكري وتاريخي. ربما كنت تحكينا على الرواية اللي أنت توقع أن تكتب فيها. أنا منذ سنتين لم أستطع أن أكتب شيئا، ربما الأحداث، ربما أيضا كنت أشعر أنني بحاجة إلى قراءة أكثر وأعمق، أردت أن أطور نفسي. يعني كتاباتي كانت طفرة، أعترف أن رواياتي كانت طفرة، يعني أنا خرجت ما في داخلي، كل أشجاني وما شعرت به نحو وطني ونحو الأشياء وكل ما حدث لنا. الآن سأترك هذا الطريق، أريد أن أبدع، يعني أريد فعلاً أن أدخل إلى الرواية الحقيقية، تلك التي يعني تمتزج بالأسطورة وبالتاريخ وبالواقع، وتلك التي يعني يندمج فيها الكاتب مع أشياء كثيرة ويبدع في نسجها وفي خلقها، وبالتالي في خلق يعني كون روائي. طبعاً هي تجربة ليست سهلة، لابد أن أحاول. يعني الآن الحمد لله قرأت كثيراً، استمتعت، وربما لأني دخلت إلى عالم القراءة بعد زمن طويل من عدم القراءة، شعرت أن العالم رحب وأننا بعيدون جد بعيدون يعني عن العالمية في الكتابة. نحن جد بعيدون، تنقصنا ربما يعني ربما وضعنا في تونس، يعني برامجنا، تعليمنا، ظروفنا لا تجعلنا نرتقي إلى مستوى الإبداع. ربما بعدنا عن الكتاب أيضا، لا يجب أن ننسى أن التونسي ليس التونسي فقط، يعني العربي، يعني العربي لا علاقة له بالكتاب، يعني نسبة مخجلة الآن للقراءة. القراءة يجب أن نقرأ، يجب أن نعود للقراءة، ويجب أن تهتم الدولة بهذا الأمر اهتماما بالغا. يجب أن تجعل حصة المطالعة لا حصة شكلية ولكن حصة عميقة. العادات نتاعك في الكتابة، أنهي الأوقات اللي تحبها، تحب تكتب فيها في الليل في النهار؟ 8 صباحا، يعني أفضل الكتابة صباحا. أفكاري أشعر بها واضحة وممتلئة وصحيحة، والتوقيت يعني لا أتجاوز الساعة، أنا بطبعي سرعان ما أقلق يعني، لكن ساعة دائما يعني تكون كافية لأن أمرر فكرتي. والمراجعة تكون في الليل، في الليل عندما أراجع ما كتبته، أحدد موقفي من النص، إما أتركه أو أغير، تلك الطريقة يعني لا أخذ وقتا كثيرا في الكتاب. شكرا لك. شكرا كريم، طبعا دعيني الآن أشكرك، أحببت فيك شيء مميز هو أنك قرأت رواية وطيلة الأسئلة مع بعضنا، شعرت أنك تشاركينني كل اللحظات التي عشتها في تلك، رغم أن مضى زمن على كتابتها سنة 2008، لكنك الآن أعدتني إلى تلك اللحظات كاملة وأشكرك.